بن محمد بن زايد المنصوري وتوقيته 7:51 ثلاثة أجزاء من الثانية. هنينا والناموس لمحمد المنصوري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج بمهرجان فخر الأجيال. ها هي انطلاقة الشوط الخامس، والشوط الخامس يضم نخبة من البكار المحليات الأصايل لأبناء القبائل. جائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول، بقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. مسافتنا 5 كيلومتر، نرافقكم طول هذه المسافة والتغييرات حتى خط النهاية، وبنسير بكم مع مقدمة هذا الشوط بنرى اللي في المقدمة والذي تقود هذه المجاميع. نسير الآن في مقدمة هذا الشوط، أرى اللي في المركز الأول شواهيل للسيد عبد الله بن سعيد بن أحمد الرميذي في مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني في هذه اللحظات سلهودة في المركز الثاني للسيد محمد بن فري بن عتيق المهيري، وفي المركز الثالث الشاهينية لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي، نجمة الحلامي متواجدة في هذا اليوم وفي مهرجان. واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج. تهانينا تهانينا من العماق للسيد سيف بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي على فوز هملولة بالمركز الأول وعلى هذه العروض الطيبة الذي قدمته في هذا الشوط. تهانينا. المركز الثاني الغربية للسيد محمد بن محمد بن زايد المنصوري. المركز الثالث الكورة للسيد محمد بن معتوق العامري، وفي المركز الرابع طرابلس للسيد مطار بن محمد بن دحروي العامري، وفي المركز الخامس الشاهينية للسيد سالم بن محمد بالشرقي العامري. هذه النتيجة، هذه النتيجة والتوقيت من مخرجنا أبو عدنان. ساعة وصول هملولة إلى خط النهاية بعدما تجاوزت لوحة 5 كيلومتر في زمن وقدره 7:50، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سيف بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي، والذي وصلت في المركز الثاني الغربية تصل